سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مستمعيني الأفاضل، عزيزتي أعزائي، اليوم جبت لكم واحد القصة تقشعر لها الأبدان. الكبدات ديالي عافاكم إلا ما نصحوها السيدة، عندها مشكل خطير ومستعجل، وجات اليوم كتقول لنا عافاكم البنات بغيت قصي دغيا تحط. الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش عليا بالنصائح ديالكم، راني حاصله. ما غاديش نحرق لكم التفاصيل ديال الحكايه، غادي نخليكم مع هذه الحكايه من البدايه حتى النهايه. جيمو كومونتير، الله يجازيكم بخير، والله يفتح لينا وعليكم ابواب الخير، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. السلام عليكم، سميتي شيماء، اليوم جيت نشارك معكم قصي، وبغيتكم الله يجازيكم بالخير نصحوني، راني محتاجه النصيحه ديالكم. انا يا البنات ما عارفاش ما ندير، تالفه وضيخه، ربي حبيبي هو اللي عالي وعلم بحالي. انا اليوم جيت نعاود لكم ما جري فيا، ونعاود لكم على راجلي وبنت خالتي اللي صدموني وداروا فيا اللي ما يدارش. بغيت منكم تنصحوني شنو نقدر ندير، الله يسهل عليكم. ونتمنى من اختي امينه تسبق من القصه ديالي، حيت انا بسبب هذا المشكل واقفه على الطلاق وما عارفه ما ندير. المهم بداية غادي نقربكم مني. أنا يا البنات كبرت وعشت وسط عائلة على قد الحال، الأب ديالي راجل درويش وفاش ما لقى كيخدم، الأم ربات بيت، عندي خويا واحد كبر مني وجوج خواتاتي بنات، وأنا هي الثالثة فيهم، أنا هي الوسطانية ديالهم. دوزنا حياتنا ديال الصغر شوية صعيبة، حيت الأب ديالي وأمي ديما كانوا كيدابزو وديما كيتناقشوا مع بعضياتهم. الأب ديالي كيف ما قلت لكم على قد الحال وما عندوش، وغادي غير مع طرف الحيط، ولكن امي الحبيبه كانت باغا تعيش في داك الشيء اللي ماشي ديال وجوهنا، وديما كانت كتبغي تقارن راسها بالناس اللي حسن منا، كتلقاها كتشوف لهذوك اللي شكون وشكون، وحنا ما عندنا حتى شليله. ايوا هي بسبب المقارنه ديالها مع الناس كانت كتخلق المشاكل في الدار مع الاب ديالي، وكانت كتطلب منه المستحيل وكتبغي شي حوايج اللي هو ما غاديش يقدر عليهم. كان كيقول ليها بنت الناس انا مزلوط وانتي تزوجتي بيا مزلوط، بغيتي تصبري على الزلط مرحبا، ما بغيتيش نوض ديال الله هزي ولادك والله يعاوننا الله يعاونك، انا هادشي ما عطاني الله وما غاديش نوض نسرق ونجيب لك الشراط باش تبقاي انتي على خاطرك. ايوا حنا ديما كنا كنسمعوا النقاشات والصداع ديالهم. الاب ديالي واخا درويش وما عندوش، والغالب هو الله وحالته الماديه من تحت الصفر، ولكن كان حار نفسه عزيز عليه بزاف، ما كانش كيرضى بالام ديالي تبقى كتعاير فيه ولا تقول ليه انت ماشي راجل، تبقى تقارن فيه مع اللي يسوى اللي ما يسواش، ديما كان كينوض كيخاصم عليها. شحال من مره نطت امي كبرت مع الصداع وتناقشوا على ابسط الامور، تغاوتوا على ما فيهم من جد حتى سمعوهم الناس، وفي الاخر امي كانت كتهزنا وكتدينا لدار جدي. هاد دار جدي كانت كبيره وعامره، فيها جوج خوالاتي ما مزوجاتش، وفيهم خالي مزوج وعنده ولادو، وحتى واحد خالتي كانت مطلقه بنت وولد. هاد بنت خالتي كانت صغر مني انايا بشي 3 ديال السنوات. فداك الوقت اللي كانت امي كتدينا وكتمشي لدار جدي انا كانت عندي تقريبا شي 8 سنين، هاد بنت خالتي كان عندها شي 5 سنين، وكانت هاد بنت خالتي صعيبه وبزاف وفيها المغنه، وما كانتش كتحمل اللي يقرب ليها ولا اللي يلعب معها، ولا هزيتي الالعاب ديالها غير بالغلط كتبقى كتبكي. خالتي ولادها كانوا عزازين عليها فوق القياس، وما كانتش كتبغي عليهم نهائيا، وديما هي وامي متشدين غير على قبل الدراري، هذا هز الاخر حط، تي ولادك ما مربينش، تي ولادك طالعين لباهم وكيبقاو متشدين. وانا يا البنات كنت كنكره نسمع بحال هكذا، وما كنتش كنحمل نشوف امي كتخاصم هي وخالتي على ودنا، بالخصوص انا حيت ما كانش عندهم معايا، وكانوا كيفضلوا عليا بنت خالتي وكيقول لك هي صغيره وانت كبيره وبعقلك واخا ديرها قد الجبل كتمسحها فيا انايا. ايوا كنت كندير ما في جهدي باش ما نقربش لهاد بنت خالتي اللي هي غادي تكون سببي في عذابي، وهي عندها جزء كبير ورئيسي في القصه ديالي. المهم اخواتاتي، حنا ديما كنا بحال ما هكذا، امي ديما كانت كتغضب من الوالد وكتدينا لدار جدي كنجلسوا فيها سيمانه وجوج، كيرجع با كيجي يطلب ويرغب فيها باش ترجع للدار ديالها، كانت كترجع تحط راسها كنرجعوا لدارنا حيت ما كتلقى اصلا عليه العين. على الاقل الاب ديالنا كان مسكين مكرفس على ودها وكيوكلها ليها بارده، ولكن هي ملي كتكون في دار جدي مع خوالاتي وخوالي كيبقاو يدوروا فيها حيت عارفين هدفها كبير وكتبغي الحاجه كبر منها. كان ديما جدي كيعطيها في النصائح وكيقول ليها بنتي ارجعي لدارك وصبري مع راجلك وسقري فيها وديري عقلك، راه عندك تبارك الله 4 ديال النفوس وانت هي الخمسه، فين بغيتي تمشي بيهم وشكون غادي يقبل لك عليهم؟ وبركه غير الطلاق ديال اختك فلانه اللي جابت معاها جوج ديال النفوس، واش حتى انت باغا ديري اللي دارت؟
هي كانت دائما كتقول جدي بلي هما مفضلينها عليها، بلي هي خالتي مفضلينها عليها هي، ومفضلين حتى ولادها، حيت هي طلقت وقبلوا بها وسط منهم. امي كانوا رافضينها انها تطلق وترجع لعندهم مطلقه. كان خالي كيقول ليها حتى الا بقيتي تطلقتي ورجعتي عندنا لهنا هزي اختي ولادك وسيري دبري فين تسكني انت وياهم، حنا عندنا الضيق. المهم كانوا كيدوروا فيها كاملين، والوقت اللي كتهزنا وكتمشي غضبانه بينا لدار جدي كيدوروا فيها. انا ما نكذبش عليكم، ما كنتش كناخذ راحتي في دار جدي، وكان كيعجبني نبقى في دار با، كنت كنحس بالراحه ولهنا. هي هذيك حنا الصغر ديالنا داز كامل بحال ما هكذا، ديما نقاشات وديما صداع مع امي والوالد، وديما هي جرى الشرق هو كيجر الغرب. انا وخوتي شنو غادي نقول لكم، جايبانا الديانة لدار جدي حتى النهار اللي ندخلي وتقرعي عليها بالمزيان وقال ليها شوفي وما يجيك مليح وحلي ودنك مزيان وسمعيني، الى عينك في راجلك سير اختي رجعي لعندو صبري عليه، وإلا كنتي باغا تطلق نوض اخويا تطلقي وهنينا وهني تا الراجل راه كيهلكتي في صحته. قال ليها والله ثم والله ثم والله وطلقتي هنا ما ترجعي وهنا ما تحطي العيا ديالك علينا، بغيتي تطلقي اختي قومي بيه ونوضي شمري على دراعك وتخدمي على بزك ودبري فين غادي تمشي بيهم بعدا، عاد جري طوالك في المحاكم وطرفي صباطك باش تبقاي كتمشي وتجي حيت ضروري غادي بقيت تقطع. هو كان دار فيها ونقى ليها ودنيها بالمزيان وقطعها لياس، من ديك الساعه غادي تثبت وتشد الارض. واخا كانت كتخاصم مع الوالد ما كتمشيش غضبانه عند جدي، رجعت كتغضب عليه غير في الدار، كتقطع عليه الهضره حتى كتفش على خطرها عاد كترجع تهضر معاه. المهم هي هذيك انا ديك الساعه كنت كنقرا في المدرسه وكنت جدا متفوقه في الدراسه ديالي، من نهار دخلت نقرا وانا كنجي من الاوائل، ديما انا هي الاولى، وكنت مزيره راسي فوق القياس. بقينا بحال هكذاك عايشين حياتنا باش ما عطى الله، حمدي الله وشكرينه، ما عمرنا تخصينا ولا نقصت علينا شي حاجه. با مسكين الله يخليه ليا كان كيضرب تماره على ودي انا وخوتي باش نعيشو حنا مزيانين. المهم بقينا كنقراو حتى انا وصلت للسانكيام. انا غادي نتعرف هنا على واحد الخينا، هاد السيد كان غير على قد الحال، كانت عنده محلبه قريبه لليسي اللي كنت كنقرا فيه، وكنت انا ديك الساعه كنمشي للمحلبه مع البنات صحاباتي، شفتو مني شفتو عجبني بلا قياس، كنت كنمشي عندو للمحلبه غير باش نشوفو ويشوفني، بقيت ديما كنمشي عندو، ولكن هو ما كانش دايها فيا نهائيا، وكان معتبرني مجرد كليانه ديالو كتدخل المحلبه كتاكل بحالها بحال التلاميذ اللي كيجيو عندهم، لا اقل ولا اكثر، ولكن انا كنت كنبغيه، ايه كنت كنبغيه بزاف، ما عرفتش داك بنادم كيفاش دار حتى دخل لقلبي بسهوله. كنت هي البنات ملي كنشوفو قدامي كنبقى نترعد غير بوحدي، كنت كنحمق نشوف فيه، والنهار اللي ما كنشوفوش ولا نمشي لديك المحلبه ولا نلقى غير خوف في المحلبه كيبقى فيا الحال، او ما كتبغيش تسرت ليا كيدوز عليا النهار خايب وبزاف ماشي غير شويه، كنبقى نطلب الله غير توقع شي معجزه ونشوفه. داك العام تلهيت بيه وبالحب ديالي ليه، رجعت كنحل الكتاب كيبان ليا وجهي قدامه، والمشكل انا ما قدرتش نحل فمي ونقول ليه انت كتعجبني وكذا وهادي، ولا نعاود ليه على المشاعر ديالي. بقينا على داك الحال وبقيت انا كنبغيه غير مع راسي. دوزت الدوره الاولى، الدوره الثانيه غادي تجي عندنا خالتي وبنتها، وحتى خالي وجدتي تغداو عندنا هذاك النهار حيت امي كانت عارضه عليهم في دارنا. بنت خالتي كانت جات عندي البيت ديالي لقاتني كنراجع، جات سلمت عليا قالت حدايا، انا ما ديتهاش فيها، بقيت كنراجع هي نتهزت واحد الكتاب ديالي بقات كتقلب لي فيه، فهاد الكتاب انا كنت حاطه شي قلوبه وكاتبه ماي لوف فلان، هي شافتها وفهمتها طايره، بقات شاده فيا قالت لي اجي لهنا العفريته شكون هذا اللي كاتبه ليه ماي لوف. خطفت من عندها الكتاب بزاف وقلت ليها لا والو حتى واحد، ما بغاتش تسك مني وقالت لي لا والو غتعاود ليا شنو كاين. كان قلبي طايب وعامر يا البنات، لقيت راسي كنعاود ليها بلا ما نحس، حيت هي منين عاودت ليها عليه شجعتني وقالت لي مادام انت كتبغي صاحبتي سيري عندو قولوها قوليها ليه وقولي ليه بلي انت معجبه بيه وكتبغيه، ما تبقايش مخبيه الحب ديالو في قلبك. وعلاش اصلا تخبيها؟ واش الحب كيتخبى؟ بقات كتهضر ليا على الحب والمشاعر، السيده صدمتني فيها والدريه باقا صغيره، طلعت مطوره وفاهمه عليا اللي كبيره عليها انا وبزاف ديال الحوايج. المهم السيده زعما تمشي عندو نهضر معاه ونعترف ليه بالمشاعر ديالي. انا واحد بنت خالتي من هذيك اللحظه غادي نوليو انا وياها موس واحد يذبحنا، رجعنا كنتعاودوا الاسرار ديالنا كاملين، هي كتعاود ليا وانا كنعاود ليها، هي كتستر عليا وانا كنتستر عليها، كانت علاقتي بها زوينه بزاف. المهم انا كنت درت كلامها
وياريت ياريتني ما درت به، حيت انا كنت مشيت عند داك خينا اللي في المحلابه وقلت ليه بلي هو كيعجبني وكذا، وهادي كنت كتبت ليه رساله بالمساعده ديال بنت خالتي وحطيتها ليه فوق الطابله ومشيت. شافني فاش حطيت ليه الورقه مشى هزها. يوم منين قرا الرساله وعرف بلي انا معجبه به، جا عندي واحد النهار الباب الليسي وطلبني باش نهضر معاه. كنت طايره بالفرحه وكنت كنعتقد بلي هو غادي يقول لي بلي حتى هو عنده نفس المشاعر تجاهي، ولكن كنت غالطه. سيد طلب مني نتكلم انا وياه على انفراد، منين كحزنا على البنات غادي يفاجئني بكلامه. قال لي شوفي يا فلانه انا ما بغيش نضحك عليك ولا نتفلى عليك. قلت ليه بحالاش؟ قال لي شوفي انا كنت كنحترمك، ولكن ملي كتبتي لي هذه الرساله وعبرتي لي على المشاعر ديالك زدت احترمتك اكثر واكثر، ولكن بغيتك تعرفي بلي انا عندي علاقه مع واحد السيده وقريب نتزوج بها، وانتي اختي راكي باقا صغيره الله يسهل عليك ما احسن مني، ولكن نصيحه لوجه الله ومن عندي وحسبيني بحال الاخ ديالك، انتي ديها في الدراسه ديالك وبعدي عليك التفاهات راه ماشي ديالك. بقيت كنطلع وكنزل بالالوان، ما رضيتش قدامه ما رضيتش نهائيا، بقى كيهضر معايا بواحد الطريقه ديال انني غلطت وبزاف، كان كلامه معايا كامل كيبين بلي هو خايف عليا ونصحني، ولكن ديك الساعه ما رضيتش نسمع من عنده ديك الهضره هذيك بالذات، خصوصا منين قال لي يا تفاهات، يعني الحب والمشاعر ديالي ليه طلعوا مجرد تفاهات بالنسبه لي له. بالنسبه لي له انايا تفاهه وصافي لا اقل ولا اكثر. كلامش عليكم بكيت هذاك النهار وحسيت بيه طيح بيا الارض بكلامه. ديك الساعه انا ما بينت قدامه والو، اعتذرت منه ومشيت بحالي، غير تفرقت معاه مشيت عند بنت خالتي وعاودت ليها كل شيء. هي بقات مسمره في بلاصتها وقالت لي صافي ماشي مشكل ما تديهاش فيه وخليه راه ما كيسالكش وانتي تسالي حسن ما منه. وهادي وديك بقات عليا كن 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 حتى عمرت لي راسي. ايوا انا باش ننسى داك نتصاحبت مع واحد خينا كيسكن قدام دار جدي، هاد بنادم غادي ياكل ليا دماغي وغادي نبقى كنتلاقى به، وهادشي كامل بالعلم ديال بنت خالتي حيت هي اللي كانت الوسيطه ديالي معاه وهي اللي كانت كتلاقيني به وكدير ليا معاه الطريق حيت كنجرهم وقريب عليهم. ايوا بقيت معاه على علاقه، ملي شفتو كيتعامل معايا زوين وكيقول لي بلي هو كيبغيني رجعت كنخرج معاه وكنتكلم معاه. كنت واحد المره خرجت معاه لواحد البلاصه جنب الواد وقع بيني وبينه واحد الغلط، وكان هذاك الشيء غير سطحي والله البنات ما وقعت شي حاجه اخرى غير الشيطان لعب بينا، وما عرفتش كيفاش عطاتني نفسي خليته قرب مني ودرنا داك الشيء اللي درنا، ولكن كيف قلت لكم غير سطحي ووقعت مره واحده. كنت عاودت لبنت خالتي كل شيء، مع كيف ما قلت لكم كانت الصديقه ديالي كتسرع عليا وانا كذلك. عاودت ليها بالتفاصيل المملة شنو وقع، قالت لي صافي ما عليش وانت غادي تزوجي بيه وبلا ما تخافي وكذا وهادي وهادي، درت بكلامها وبقيت معاه. ولكن من بعد غادي نعرف بلي هذاك ولد الحرام غير كان كيكذب عليا وصافي، هو كان باغي يوصل شي حوايج معايا لا اقل ولا اكثر، ما باغي لا زواج ولا والو. بنت خالتي هي اللي كانت عرفاتو باغي يسترجني غير بلاتي وياخذ شنو باغي ويسمح فيا من بعد، ولكن بنت خالتي واخا كانت صغر مني هي كانت فايقه عليا ومطوره عليا وبزاف ماشي غير شويه. اسمحوا لي البنات بنتي راها مريضه بالكحه كتكح ليا الله يشافي الجميع وصافي مع هاد النزله ديال البرد. المهم نكمل لكم، كان جات عندي واحد ضراتني منه قالت لي شوفي يا فلانه هذاك خينا شنو باغي وهي كيفاش ها كيفاش عرفت، وطلبت مني باش ندير الاحتياط ديالي معاه. قالت لي من الاحسن خويا عقلك منه راه السيد ما يصلحش ليك. انا من عرفت السيد ما كيسواش وماشي راجل كيف كنت كنعتقد بقيت غير بشويه كنبعد عليه حتى تفارقت معاه. كل مره كنت كنجبد راسي منه ملي ما لقى منين يشدني مشى بحالو. يوم ديك الغلط ومن ديك خينا هذاك ما رجعت تصاحبت ولا هضرت مع شي واحد، نقولو درت عقلي وشديت الارض صافي. هي هذيك مقديا غير في الدراسه ديالي وعطي وقتي لراسي. كنت هذاك العام تراجعت في قرايتي وما كتبش خرجت منها، وخا الاهل ديالي الصراحه يوم يقنعوا فيا باش نبقى كنقرا، ولكن انا تعكست وما بغيتش وكنت خرجت منها بخاطري، يعني قنعت منها وما بغيتش نقرا صافي. خرجت وبقيت جالسه في الدار، ولكن من بعد اشهر قليله فكرت باش نخرج نقلب على خدمه ونلهي راسي، حيت من نهار خرجت من قرايتي امي الحبيبه حاطه عليا وكانت كترمي عليا الشقه ديال الدار كامل، حيت هي كانت باغياني نقرا، ولكن انا خرجت وما عجبنيش الحال. بقات شاده معايا الكونتريل كيف ما كيقولوا النهار وما طال وهي شاده فيا صافي. نت انا كنقلب فاش نخدم، كنت شد شحال من خدمه ولكن ما لقيتش راحتي فيهم، حتى النهار اللي جا عندي الوالد وقال لي كاينه واحد الخدمه في البلاصه الفلانيه الا تخدمي فيها. الغد ليه مشيت كنقلب فعلا غادي نخدم في واحد القيصريه كيبيعوا فيها الملابس التقليديه،
كنت مشيت عندهم تفاهمت مع صاحب المحل باش يخدم لي عنده، وهو اكيد وافق يخدمني معاه. صافي اختكم دخلت تخدم، كنت لاهيه يدي وعلى الاقل كنلقى مصروفي عندي، ما كنطلبش للاب ديالي يعطيني شي حاجه. المهم بقيت بحال ما هكذا، من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، وقليل فين كندير وقيت مع بنت خالتي كتجي عندي لواحد الجريده تقريبا للقيصريه اللي خدامه فيها. كنا كنجلسوا انا وياها فيها شويه، كتعاود ليا وانا كنعاود ليها عليا، كترجع تمشي بحالتها. المهم كان بحال هكذا من بعد اشهر واشهر، صاحب المحل اللي خدامه معاه غادي نحس بيه بحال اللي كيتقرب مني شويه بشويه، ورجع كيلمح ليا بشي حوايج. صراحه ما كنتش باغيه نهضر معاه في داك الامور، غير كنشوفو تعدى معايا الحدود كنقلب عليه، وما كنتش باغا نعطيه فرصه. بقيت خدامه على راسي، ومني شافني بنت محترمه ودخلت سوق راسي لفت الانتباه ديالو، وفي نفس الوقت ما بقاش كيزعم عليا ورجع عطيني الاحترام. كنهضروا انا وياه غير في اطار الخدمه وصافي، اما باش تقولي نتجمع معاه ونتعاود معاه على حياتي الشخصيه لا، ما عمرني تكلمت معاه عليا. واخا كان عنده الرقم التليفون ديالي كان كيتصل عليا، ولكن على ود الخدمه وصافي، وما عمر ما قال لي شي حاجه اخرى حيت كان عارفني ماشي ديال هذاك الشيء. المهم بقيت خدامه معاه تقريبا 5 شهور حتى حط عليا وعاود وعرف بلي انا بنت الناس داخله سوق راسي. من بعد كان جا عندي تكلم معايا في المعقول، قال لي شوفي فلانه، انا نيتي حسنه معاك، انتي بالذات بغيت منك الزواج، وما غاديش نتفلى عليك ولا نقلل عليك العفه، انا راني باغي نقصد باب داركم، وهادشي الا كنتي انتي باغيه بطبيعه الحال تزوجي بيا وتقبلي عليا. قال لي الا قبلتي تزوجي بيا مساعد نمشي اليوم قبل غدا ونخطبك من داركم. بصراحه هذيك الساعه ما عرفت ما نقول ليه، بقيت ساكته. عطاني وقت قال لي هانتي فكري في خاطرك واستشري مع راسك ولا معمرين داركم، وبلاتي عليك عترتي عليا، والا قبلتي تزوجي بيا فيها الخير، ما قبلتيش بيا حسبي هاد الهضره كاع ما قلتها لك، وكيف اليوم كيف غدا، انا ما غاديش يبقى فيا الحال بطبيعه الحال منك، حيت انت راه ما قلتي غير داكشي اللي كاين. صراحه السيد ما قال حتى شي كلمه ديال العيب. انا كنت خممت مع راسي مزيان، مشيت عند الام ديالي استشرت معاها، قالت لي الا كان باغيك المعقول توكلي على الله وسيري تعمري دارك، راجل لاباس عليه برزقه ما غاديش تلقاي حسن منه. بقيت واخده راحتي في التفكير، نيشت كلشي مزعمني وكلهم قالوا لي سيري توكلي على مولانا عمري راسك وديري دارك، راه الراجل ما فيه ما يتعب. بكل صراحه تخينا ظريف حنين ومحترم، واخا هو عصبي شويه ولكن ظريف اكثر من القياس. انا من بعد ما فكرت مزيان قلت مع راسي نتوكل على الله ونتزوج به فعلا. كنت رجعت عليه بلي انا قبل نتزوج به، فرح بزاف وكنطلب مني واحد المهله ديال شهر. قال لي واش ممكن تفهموا انا وياك على التفاصيل عاد نمشي لداركم؟ قلت ليه معلوم. هي هذيك دوك الاسابيع كنت تكلمت معاه في المعقول، قال لي ما غاديش نضيع معاك شي حاجه وما غاديش نخص لك شي حاجه، واللي طلبتيها نحضرها لك. كنت شرطت عليه وتفششت عليه بالمزيان، قلت ليه بغيت العرس يكون كبير وفي القاعه ديال الحفلات، بقيت نقاشو الفلانيه وبغيت من بعد العرس نمشي للبلاصه الفلانيه. انا كنحسب ليه هو كيقول لي جاتك وهي اللي ما تعاودش. ملي لقيت السيد متفاهم معايا وباغيني وحامق ليا قلت نتوكل على مولانا، واخا هو كبير عليا شويه تقريبا كان بيني وبينو 9 سنين. قلت ماشي مشكل حيت هو واخا كبير عليا كيبان باقي صغير حيت زوين وانيق. المهم البنات من بعد ما تكلمت انا وياه تفاهمنا، هو كان جاب الاهل ديالو جا باش يخطبوني، مني جا خواتاتو وعماماتو باش يشوفوني ما عجبتهمش يعيبوني، وقالوا لي واش هذه هي المره اللي فرعتي لينا بها راسنا، السيده ما زويناش ما كتدخلش للخاطر. مع العلم البنات انا ربي عطيني حقي من الزين، ولكن هما غير ما كانوش باغين ولدهم يتزوج بوحده برانيه وصافي، وقالك حكا الواد هو يتزوج بنات العائله ديالو، لكن هو تحداهم على قبلي وقال ليهم انا فلانه نخلق. نضت مو قالت فينا العيب ورجعتني انا اللي قلت لولدها العقل باش خليته يجي يخطبني ويتزوج بيا، حيت هو كان كيهضر غير بيا قدامهم، وقال ليهم انا باغيها وقابل عليها وما غاديش نلقى بحالها. المهم تحداهم كاملين، هما كانوا باغيين يبديو ليه فيا، ولكن هو بلا لا يطريه ليهم خلاهم يرجعوا عندنا ويخطبوني ليه، وهما حاطين راسو كيضحكوا. تخطبت ليه بالسيف عليهم وماشي لخاطرهم. صافي هي ديك تخطبت، من بعد الخطابه جلست في الدار وما بقيتش كنمشي عندو للقيصريه، حيت هو كان قال لي انت جلسي في الدار وجدي راسك على وديت العرس، وهادشي اللي درت بالذات. بقيت جلسه في الدار، في داك الوقت بنت خالتي كانت فكرتني بالغلط اللي درت مع داك خينا اللي عاودت لكم عليه، وقالت لي فلانه عندك تكوني انت تكوني. قلت لها لا ما يمكنش، ويلي شنو كتقولي انتيا؟ قلت لهم انا عارفه صاحبتي الدنيا والزمان هذا. المهم دخلت السيده فيا الشك، بقيت خايفه ومخلوعه، وجابها ليا الشيطان غير عوجه. بقيت كنخمم والخلعه شداني، بقيت كنفكر يا مهمتي الحبيبه شنو غادي ندير.
اقترحت عليا باش ندير شهاده ديال العذريه ونتاكد من راسي واش عزبه ولا مرا ونشوف. المهم عاوتاني خوفتني ودخلت فيا الشك. كنت مشيت انا وياه عند واحد الطبيبه، درت شهاده العزوبه ديالي، درت الفحص، بين بلي انا الحمد لله باقا بنت كيف ما ولدتني امي وبالعذريه ديالي. كنت فرحانه بزاف. صافي الحمد لله بقيت فرحانه بالخطوبه ديالي. من بعد ما جمعنا راسنا كنت عقدت انا وياه. من بعد العقد مباشره درت العرس ديالي ومشيت مع راجلي لداري. ايوا شنو غادي نقول لكم، دار لي واحد العرس دايزو الكلام، فرح بيا وفرحني، طرطق ليا العديان المراره ديالهم وفسقستهم بالمزيان. المهم كلشي داز هو هذا. ايوا من بعد انا كنت مشيت عند الاهل ديالو حيت طلب مني في الاول نسكن معاهم في نفس الدار، انا ما كانش عندي مشكل. صافي مشيت عندهم، ولكن هما ما كانوش حامليني من الاول، هما شادين معايا الضد. ما نقولش لكم على التعامل ديالهم معايا كيفاش غادي يكون، ولاو كيتعاملوا معايا خايب فوق ما كتصوروا. في الاول ما كنتش كنديها في كلامهم، ولكن من بعد ما شفتهم حاطين عليا من نهار الاول، اييه هم ليلتي الاولى معاهم ولاو كيعطوني القاصح، كانوا كيتعاملوا معايا واحد المعامله بارده بزاف. زيد عليها النهار وما طال هما كيضربوا بيا في المعاني، اما عكوسي ما حملاتني ما قبلاتني. من بعد غادي نعرف بلي هي كانت باغا تزوج ولدها من الفاميله ديالو، وهو ما بغا ليهاش وفضلني انايا على بنت عمته. وكانت النهار وما طال وهي كتحك في الجرح يسيل الدم، وكل مره باش كتضربني لسانها كان مضى منها. في الاول كنت حاطه ليهم راسي حيت كنت باقا جديده وما عارفه والو. زيد عليها كنت كنحترمهم، ولكن ملي شفتهم ما كيبغيونيش وما صارطينيش قلبت عليهم حتى انايا، ورجعت كنعطي لكل واحد فيهم داكشي اللي كيستحق. حتى انا رجعت كنتعامل معاهم نفس المعامله ديالهم، هما اللي باغيني نموت عليه واللي كرهني، اللي باغاني نموت عليه واللي كرهني، اللي بغاني كنموت عليه واللي كرهني قلب عليه، حيت راجلي كان دار ليا القيمه معاهم وكان كيتعامل معايا بحال انقطاع د الماء. منين شفت راجلي محترمني ما كانش عندي مهم التعامل ديالهم معايا، بقيت خاشي راسي وسط منهم عايشه بالفور يا الشيفور. ما غاديش نقول لكم كنت درويشه معاهم وما كنجبد شعيبهم، لا بالعكس كنت نازه معاهم من الاول، واللي جبدني كيلقاني ما كنتعداش عليهم وما كنبغيش اللي يتعدى عليا، واللي دق بابي سمع كلامي. انا واحد السيده اللي الصراحه ما غاديش نشكر لكم راسي، معقوله وعندي نيشان نيشان، اما هما عندهم عاد التخرويط وكينزلوا الباطل على بنادم قد الجبل وهو كيشوف وكيبغي يقتل الميت وكيمشي في كناسته، ولكن انا كنت حاضي راسي منهم. وما صراحه كملت معاهم حتى العام نتطلبت من راجلي يهز ليا داري عليهم، مع هو ميسور عنده باش يشري ليا ولا يكري ليا، ولكن مو ما كانتش باغياه نعزلو بوحديتنا. بقيت على راجلي صباح وعشيه بالمنغاز حتى خليته فرق ليا داري عليهم. داكشي اللي كان مشى بعد عليهم شويه وشري لي واحد البارطمون، غير قدينا فرشنا هزينا هزينا ريوسنا مشينا لدارنا. هما نهار خرجت من عندهم ما عجبهمش الحال، شبعوا معيور في راجلي وردوني سحرت ليه وانا اللي قلبت عليهم وخديت ليهم، ولكن هو راسو كان قلب عليهم حيت المعامله ديالهم معايا كانت خايبه بزاف وما كانوش كيبغيوني. هو كان عارفهم قباحين وما كيسواوش، وباش يبعد من صداعو مازل لي عليهم. ما علينا، انا من بعد مشيت لداري بديت حياتي مع راجلي. كنت انا وياه متفاهمين بلا قياس، هو كيبغيني وانا كنبغيه، ما كان مضيع ليا حتى شي حاجه، واللي بغيتها كيحضرها ليا. الصراحه طلع معايا ولد الناس. بقينا بحال هكذا عايشين حياتنا فيما يرضي الله، ما كان خاصنا حتى شي حاجه. انا اللي ما عمرني عشت في دار والديا عشتو مع راجلي، كان مفطحني لا من الكسوه ولا من الخرج ولا من الماكله على برا، كان كيديني غير البلايص الزوينين وكيقول ليا انت غير كولي وشربي وامري واللي بغيتي نحضرها لك. المهم بقيت معاه على هاد الحال عام ونص، دوزت من حياتي داك العام ونص زوين بزاف، كان عام ونص اللي داز زوين في عمري. حسيت براسي فرحت ونشط من قلبي، حيت من بعد انا حياتي غادي تقلب عليا وغادي ترجع ظلام في ظلام، وما غاديش يبقى عندي طعم الحياة ولا تحلالي. بالضبط نهار قررت نولد وليداتي، حتى انا بغيت نكون ام ونفرح بوليداتي بحال جميع الامهات، ولكن مع الاسف الشديد ما غاديش نقدر نفرح بيهم. المهم انا نهار فكرت باش نولد ولادي كان راجلي هو اللي طلب مني نزول المانع ديال الحمل، قال لي فلانه انا باغي الولاد وانت دابا زولي عليك داك المصيبه اللي راكي كتشربي غير كيمرضك، نوضي فرحيني بشي وليد ولا بنيه ولا اللي جاب الله. بكل فرح تزولت عليا وبقيت كنسين نحمل. الشهر الاول الثاني الثالث تعطلت عليا الدوره الشهريه، كنت كنعتقد بلي انا واقيلا حامله حيت الدوره ما جاتنيش في الوقت ديالها. نط قلت للراجل ها كيفاش ها كيفاش، هو كيحسب ليه بالو انا حامله. ايوا نض دار بها البوق اللي شافو كيقول ليه مراتي واقيلا حامله،
حتى انا بديت كنتيق راسي وكنتوحم كنقول ليه بغيت هادي وديك. الاهل ديالو ملي عرفوني حامله جعرو عليا، وصلني خبرهم حتى للدار ولكن ما ديتهاش فيهم. المهم بقيت ملي في الوحم ديالي كنتوحم الوحم الكاذب تقريبا 3 شهور يا خواتاتي، وانا كنتشها وكنتقيه بحال المراه المحمى. من بعد وهي تنزل عليا الدوره كنت كنعتقد انني حامله، ومني شفت الدم خافت يطيح ليا الجاني، مشيت قلتها لراجلي هو تخلع اكثر مني. ديك الساعه هزني ومشيت انا وياه للطبيب مختص. ملي مشينا غادي يصدمني وغادي يقول لي مدام انت ما حاملاش وهادي غير الدم ديال الدوره في كرشك. بقيت هي بصف بلاصي، اما الراجل بقى كيطلب الالوان كيقول لي لا ما يمكنش السيدة حامله. قال لينا لا ينعس الشيطان راه ماشي حمل راكي ما حاملاش. المهم داك الطبيب كان عطاني ندير بعض التحاليل والفحوصات حيت شاف عندي في الرحم شي حاجه وشك فيها، قال لي يمكن غير الدم جمع عليك. زاد خلعني خلع على خلع، صدمني يا خواتاتي. مشيت عند الطبيب فرحانه، رجعت وانا كنبكي والمشكل كلشي كيعتقد انني حامله. ما حلينا رجعنا الغد ليه درنا شي تحاليل وفحوصات وحدين اخرين. منين غادي تخرج النتيجه غادي نطلع انا عاكره وياها البنات. انا اللي توحمت 3 شهور وكلشي عرف بوحمي، طلعت عاكره وما كنولدش. الصدمه الثانيه عندي كيس كبير في الكرون ديال الرحم وخاصو ضروري العمليه. مشيت نشوف الحمل ديالي زقت فم كبير كتبش عليكم ولا نقول لكم راني صبرت وحتى صبت. لا اخواتاتي بقى فيا الحال بزاف لدرجه انني بكيت وجهلت الله يسمح لي وصافي. اما راجلي كنت كنحس به بحال مرفوع عليه القلم، غير كيشوف وساكت وما قادر يقول حتى شي كلمه، ولكن الحمد لله على كل حال. ما نقولش لكم مني الناس عرفتني غادي ندخل ندير العمليه على الكيس، كلشي عرفني ماشي حامله. من بعد كلشي عرف بلي انا عاكره. وييه هادشي قلت ليهم واحد بنت عمت راجلي كانت خدامه في المختبر، وهي اللي تلاقت مع راجلي تما وعرفت منه كلشي. ما نقولش لكم رجعت كنتعاير بداكشي اللي عطاني سيدي ربي. وراه صعيب البنات، صعيب تعرفي راسك عاكره وانتي يلا عام ونص باش تزوجتي وقبيحه حتى للتعاويد، واللي قبح منها هي الناس ترجعك صغيره وما ساوياش وتعايرك بداك الشيء اللي انت ما عندك فيه دخل وما عندك ليه جهد. المهم ما عليهم خصكم قدت المسائل ودخلت للبلوك درت العمليه. فديك الوقت كانت امي جات قابلتني في السبيطار، جلست في السبيطار 3 ايام. من بعد خرجت مشيت للدار ديالي وكانت امي داك الوقيته مشغوله حيت خويا مسكين كيوجد على قبل العرس ديالو. امي كانت مفتونه معاه وانا ما لقيتش اللي قابلني. هي تحت اقترح عليا امي نجيب بنت خالتي وصاحبتي اللي حاسبها بحال اختي هي اللي تقابلني. فعلا من اتصلت عليها قلت لها جات عندي بكل فرح، جلست معايا في الدار ديالي تهلات فيا قابلتني ما كانت مخلياني نحط يدي في الماء البارد، وكانت مقابله الشقه والدار وراجلي. وحتى انا كانت دايره معايا اكثر من مزيان، كانت مكلفه ليا بكلشي حتى من التقضيه رجعت كتقدى راسها وتخرج ترجع للدار حيت راجلي خدام ومشغول وما عندوش الوقت. السيده دارت خدمت مولات الدار وفي نفس الوقت ونساتني وصبراتني وكانت واقفه في جنبي حتى بديت كنرتاح شويه بشويه. رجعت النفسيه ديالي مزيانه ورجعت كنتقاد شويه بشويه. عاد مشات بحالاتها كانت جلست معايا علين 3 شهور. كنا مشينا دوزنا العرس ديال خويا رجعنا للدار انا وياها. من بعد صافي وليت كنتحسن كنوقف على رجلي. بنت خالتي العزيزه نات مشات بحالاتها، شكرتها تهليت فيها ما كنتش كنفوتها نهائيا، اي حاجه دازت عليا كنقسمها معاها وما كنت كنضيع ليها والو. ايوا هي هذيك بقيت مستمره مع راجلي كيف ما شحال هادي ولا حسن. عاد راجلي مازال ملتم بيا وكيبغيني وكيخاف عليا، كاين البنات كيواسيني وكيصبرني على ود الوليدات. وحتى ملي كيسمع الاهل ديالو كيهضروا عليا ولا كيقولوا عليا بلي انا عاكره وما غاديش نولد كان كيدور فيهم وكيسكتهم كاملين. دوزنا العام هذاك عادي. من بعد كنت كنطلب من راجلي ينوض يتزوج ولد ولادو باش ما نتقلدش به، ولكن هو ما كانش باغي. الوقت اللي جبد عليه حس الزواج كيرفض وكيقول لي غير هادي اللي ما تقوليهاش، انا قابل وراضي بالقسميه ديالي والولاد الا ما جابهمش الله معاك انت ما غاديش نولدهم. صراحه كانت كتعجبني فيه الرجوله ديالو، وقف معايا بزاف وتحداهم كاملين، صبر عليا وكان كيقول لي انا ما باغي حتى واحد في الدنيا من غير كنتيا. صراحه كلامه كامل كان كيحفزني وكيعطيني واحد الطاقه ايجابيه باش نقدر نصبر. المهم بقينا خواتاتي بحال هكذا. كنت طلبت منه تبنى ولا نديرو حمل انابيب ولكن رفض وما بغاش. الوقت اللي جبد عليه هذا الموضوع كيتعصب مني وما كيبغيش. بقينا داز العام الاول الثاني الثالث الراجل بدا كيتبدل عليا ما بقاش كيف ما كان في الاول. كنت حاسه بيه باغي وليدات ولكن ما كان كيقول لي والو،
انا باش ما نتقلدش به بغيت نطلق منه على ود هو يتزوج ولد ولادو، ولكن من جبت ليه الطلاق رفض وقال لي غير الطلاق اللي ما تتحليش فمك به، واخا حتى بغيت تمشي تطلقي ما غاديش نطلقك وغادي ندير المستحيل باش نخليك معايا. منين شفتو شاد فيا وما باغيش يتخلى عليا رجعت شديت الارض وقلت الحمد لله ربي حرمني من الوليدات ولكن عوضني براجل شاهم ومحترمني. ايوا يا خواتاتي بقيت مستمره مع هادي بحال شحال هادي، من بعد راجلي غادي يقترح على بنت خالتي تخدم معاه في المحل ديالو حيت هي كانت خرجت من القرايه وبقات غير جالسه في الدار. منين راجلي عرفها جالسه طلب منها تخدم معاه وقال ليها قدامي الا تخدمي معايا فلانه نتهلا فيك. صراحه فرحت ليها وعجبني الحال حيت كتبقى بنت خالتي واولى من البراني. المهم هي وافقت باش تخدم معاه وكانت كتقابل ليه المحل وكتمشي لدار جدي عادي، وما كانتش كتبغي تجي عندي للدار بزاف وقليل مره فين كيجيبها معاه. راجلي فاش كيرجع يتغدى كتقابل ليه المحل وهي كذلك. في ذاك الوقت انا كنت عاطي راسي الراحه التامه ليا في راسي عمرت وقتي كنت كنمشي لواحد النادي نسوي وكان ليه يدي فيه وما بقيتش كنخمم بزاف. بقيت على ذاك الحال حتى مشات اشهر وجات وحده اخرى، حتى لواحد النهار اللي غادي نبقى نشك في راجلي كيهضر في التليفون مع شي وحده وزيد عليا كنت حاسه بيه متوتر اكثر من القياس. منين حطيت عليه الودن غادي نسمع اللي ما غاديش يعجبني ويه غادي نسمع باللي راجلي حامله منه شي وحده شكون هي الله اعلم. واحد الصباح بكري مع شي 8 و10 دقائق ناعسه راجلي فاق على الصوت ديال التليفون خرج مسلت من الفراش مشى للسيشور باش يجاوب. انا مع كان دخلني فيه الشك تبعته وهنا غادي نسمع كيقول لي حلفي بالله واش انتي حامله واش حامله وكيفرح وكيقول لي الحمد لله يا ربي فرحتيني وغادي انا نرجع اب واخيرا. السيد نسى راسو بقى كيفرح. انا غير شفت الطريقه ديال الكلام وخرجت عنده قلت ليه ايوا مبروك عليك مولاي السلطان. سيدك داك يقفقف اما انا يا البنات شنو غادي نقول لكم. السنيه كيتقرقبوا ليا فمي دموعي كينزلوا على خدي بحال الشتا حسيت بواحد المستخشفيه واخا مازال ما متاكدش بلي هو اللي محمل شي وحده وغير هضره سمعتها. قلبت عليا المواجيه كامله منين شافني كنبكي وكنقول ليه ياك فلان ياك اش درت لك حتى تصدمني بحال هكذا واحد الصباح شكون هذه اللي حامله منك. صافي عرف بلي انا سمعت على ودنيه وعرف شنو كاين. ديك الساعه بقى كيطلب كيرغب فيا غير باش نسمع ليه. انا تصدمت فيه ناري ميمتي هادشي طلع بصح شو كنسمع. راجل صدمني وقال لي كانت غلطه وحده ولكن طلعت حامله وعندها 20 يوم. بقيت كنشوف فيه ما قدرتش نبكي وما قدرت ندير حتى شي رده الفعل. نسولت شكون هي هادي شكون هادي اللي حامله منك غادي طيح ليا يدي مع رجلي وغادي يقول ليا ويصدمني غلطت مع فلانه بنت خالتك. اشنا هو عاود شكون قال لي فلانه كيفاش واش كتفلى معايا ولا باغي تحمقني. كنغوت عليه والله يا خواتاتي كنت واقفه جلست حسيت بالدنيا دارت فوق راسي حسيت به قتلني وقطعني. هو مع من خدعني مع بنت خالتي مابقاش فيا الحال حيت هو فرح بالحمل اللي حامله بقى فيا الحال على الخيانه اللي خانوني بجوج بيهم. علاش طعنوني من الخلف علاش خدلوني علاش واش حيت انا منقوصه وعاكره واش انا اللي كنت نيه اكثر من اللازم ولا علاش 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 اسيدي ربي قتلوني علاش قطعوني علاش 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 اختي امينه بغيت غير نعرف علاش. ما نقولش لكم تصدمت وراه بزاف ما غاديش نقول لكم تقبلت لا ما تقبلتش بالخصوص من بنت خالتي اللي كانت اكثر من اختي البنت اللي كانت الصديقه المقربه ديالي واللي حطات راسها عليا واحد النهار حطيتو عليا طاحت ليا مع راجلي وحملات منه. والصدمه الطامه والعظمى هي منين عرفت فعرفتني انا عرفت بلي هي حامله من راجلي وحطيتها امام الامر الواقع ندمتها بكلامي على ما دارت معايا. تصوروا البنات انا كنهضر معاها وكنخاصم عليها وكنعاير فيها وهي ساكته وكتشوف فيا. خلاتني حتى كملت هضرتي كامله وهي تقول لي صافي ساليتي ما عندك ما تزيدي. ايوا شوفي حبيبه ديالي انتي دابا عرفتي انا حامله من راجلك. ايه ايوا اللي عطا الله عطاه وما بقى ما يتخبى. قلت لها اه قالت لي دابا الكبيده عندي 20 يوم. يا لالا من بعد قالت لي بغيتك تقولي لعائلتك بلي انا باغا نزوج فلان باغا نزوجو لفلانه باش تولد للراجل وليداتو حيت انا عاكره بمعنى تمشي تخطبيني لراجلك وراسك منفوع. الا ما بغيتيش
ونط فتحتك معاهم، قالت لي شنو غادي تقولي لجدك وخوالك وحتى الام ديالك؟ قلت لها شو غتقولي لجدك وخوالك وحتى الام ديالك الا نط فتحتك معاهم؟ ضحكات وقالت لي هيك ما كتخلعيني. قلت لها سمعيني يا مدام، الا ما درتيش اللي قلت لك مشيتي خطبتيني انا غادي نعاود الماضي المجعفن ديالك مع جارنا فلان، ونقول لي تاش ما درتي مع مول المحلابه ومع فلان وفلتان، ونجيب لك عليه شحال من دليل، وما تنسيش هذا الشيء كامل غادي نقوله لراجلك وخليه يطلقك بالسيف عليك ويتزوج بيا، ما تنسيش انا اللي حامل عليه. قلت لها ياك ياك اختي ياك وليتي كتهدديني. قالت لي حسبي كيف ما بغيتي، حيت الا ما فضحتكش انا غادي تمشي انت وغادي تفضحيني، حيت انتي اكيد غادي تمشي عند الاهل ديالي وتقولي لهم فلانه حامله مع راجلي وتقلبي عليا كل شيء. اللهم سيري خطبيني وقنعيهم يزوجوني براجلك حسن ليا وليك. عرفتو الملخص من كلامها شنو هو؟ وي بحال داكشي السيده كتهددني بالماضي ديالي، حطتني امام الامر الواقع وانا ما عارفاش كيفاش نتصرف. بقيت ردة غير على الدمعه والخنونه، ما تيقتش وما صدقتش. تما جريت عليها من الدار وسبيتها وعرقت ليها بالمزيان. ديك الساعه هزيت شراوتي ورجعت لدارنا غير كنبكي، بغيت نتطلق ولكن هو رفض يطلقني، ما عرفت ما ندير، خفت نعاود ليهم شنو كاين غادي تنتقم مني وتعاود ليهم عليا، بالخصوص قلت لي بلي عندها دليل قطعي عليا. انا خايفه بزاف حاليا، انا غضبانه في دارنا ولكن هما ما فخبرهمش باللي بنت خالتي الله يخوي ليها العينين هي اللي سببي في المشاكل وهي اللي حامله من راجلي. دابا خواتاتي انا ما عارفه شنو ندير، حاصله الحصله ديال اللعمه، ما عارفه واش نهضر ونقول شنو كاين ولا نصبر ونمشي نخطبها عليه وما نحرموش من الدراري. في كلا الحالتين باغي نطلق منه ونرجع بحالي، حيت ما غاديش نقبل ولا نرضي نعيش معاه. هو طعني من الخلف وخدعني مع بنت خالتي اللي طلعت لفعه ولدغاتني، كون جا عندي وطلب مني نخطبها عليه ونزوجو بها في الحلال اقسم بالله كنت غادي نخطبها عليه بالفرح، ولكن باش يخدعوني بجوج بيهم ما تقبلتهاش وما نرضاش على راسي. زيد عليها هي اللي بغات تشدني من الدبره وتهددني باش نزوجها براجلي بالسيف عليا، ولا تمشي تعاود ليهم على الاخطاء ديالي في سن المراهقه. خوتي وخواتاتي التفكير ديالهم شتت، خوتي وخواتاتي ما غاديش يتقبلوا داكشي اللي درت، وانا التفكير ديالي مشتت. واش الا مشيت بلغت بيهم تهمة الخيانه واش نقدر ناخذ حقي منهم ولا شنو ندير؟ دابا انا ما عرفتش اين قرار نتخذ، بغيت نطلق ونخوي المدينه ونبعد عليهم، حيت ما بغيتش نبقى كنتفرج فيهم. اكيد راجلي غادي يتزوج بنت خالتي يا بالخاطر يا بالسيف، حيت هي حامله منه وهذا اللي ذبحني اكثر. ما عرفتش شنو ندير، نتمنى ربي يكتب علينا مكاتب الخير. هذه هي القصه ديالي، نتمنى تنصحوني شنو نقدر ندير، راني تالفه وضايخه. نتمنى من اختي امينه تطبق من القصه ديالي حيت قصتي مستعجله وباغا نصيحه اليوم قبل من غدا. هادشي اللي كاين. شكرا لك اختي امينه، شكرا للناس اللي متبعينك، في امان الله. وكيف ما سمعنا كاملين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، قلت لكم قناه سمح حكايتي، والعدو يا العدو، المشاكل يا المشاكل يا المشاكل يا المشاكل. كيف ما سمعنا اختنا شيماء اللي عودت لنا القصه ديالها وقالت لنا باللي هي دابا حاليا عندها واحد المشكل واللي سمعناه كاملين. انا عاقره وبنت خالتي اللي تقت فيها حامله من راجلي، شنو ندير؟ حصلت حصلت العمى. شنو غادي نقول لك اختي؟ اول حاجه ديك بنت خالتك وحتى راجلك راه ما كيسواوش، هادي من جهه، وكلشي من العيالات، الخير مره والشر مره. اكيد راه استدرجاتو استدرجاتو، وهو تبارك الله كان على سبه الله يهدي الرجال كاملين وصافي، ولكن ما عنده ما يدير. هي كان في نفسها شي حاجه خبيثه راه وصلت ليها، مي تجي تضحك عليك وتهددك بالماضي راه غير كتضحك عليك، ما كاين لا ماضي ولا حد. داكشي فات شحال هادي ما عندها لا دليل ولا هم يحزنون، كتبرد على قلبها وصافي، غير كتبرد على قلبها. دائما العدو ديالك السلاح باش كيضربك بيه ضرب بيه، داك السلاح باش ضرباتك ضربيها بيه. قول لها سيري اختي فضحيني، يا كنتي مطلقه مطلقه منه، مطلقه مطلقه منه، خليها تمشي تقول لا عندها شي دليل تجبدو، داكشي كان في الماضي، سالينا الهضره. انتي مشيتي عند راجلك عزبه الحمد لله في امان الله وحفظه، هي غادي تنوض تهضر، هي اللي قبيحه، هي اللي راه دابا داكشي كيبقى ماضي. ولكن شوفوا الحاضر شنو واقع فيه، الحاضر كيقول ان انسانه خائنه وخانتك مع الزوج ديالك، وهذاك اصلا ما كيستاهلش اصلا يكون راجل، لان الرجله صعيبه بزاف على بعض اشباه الرجال، لان السيد راه من حقه يولد. انت كنتي كتقولي له سير تزوج وطلقني ولا تزوج ولا نتبنى وما بغاش، ولكن فاش لقى اول فرصه مشى
زنا ودار الحرام وهذاك الشيء كيبقى في كرشه واخا يتزوج بها كيبقى ولد الحرام، كيبقى داك الشيء اللي في كرشه ولد الزينه بالزينه مكتوبه عليه ولد الزينه. انا نصيحتي فضحيها، نكتب عليك ديري يدك في ودنك وغوتي وقلبي عليها الدنيا، خليها تفضحك، خليها تجيب الدليل صافي. انت متلقى داك السيد فضحيها، خلي العائله كاملين يعرفوا الحقاره ديالها والدناء ديالها. علاش تمشي انت بدمبات تخطبيها؟ مالكي علاش تعطي هذاك لاسباس اصلا فين تخليها تلعب لك بالمشاعر ديالك؟ راه ما عندها حتى شي دليل، راه تبقى تبلبلي، يقدر تهضر وتعاود ليهم ولكن ما كاين حتى شي دليل. فين هاد الدليل اللي عندها اللي انت مارستي سطحيا؟ كانت معاك ما كانتش معاك، انت مارستي مع داك الدري سطحيا مع داك الجيرانهم اللي اصلا هي اللي داتك عنده، فما كانش كانت معاك ما كانتش معاك، انت عاودتي ليها شنو وقع بيناتكم؟ ما كان عندك تصاحبتي كاع البنات كيتصاحبوا في سن المراهقه، زعما هي ما تصاحبتش؟ فهاد الشيء هذا انا ما يدخلش للعقل ديالي ديال انها تفضحك، فضحيها قبل ما تفضحك، هذا من جهه. ثاني حاجه هذاك السيد ما تعيشيش معنا، نقولها لك من هنايا، خليه صافي، خائن اللي سرقفوا ليه سرق جمل، كما خانك مع هادي خانك مع شي وحدين اخرين. صراحتي شوفي لك شي راجل عارف راسك عاكره، راه بنادم كاع ما يقولش هاد الكلمه ديال عاكره، ربي كبير والرحمه ديال واسعه، ولي نفرد عاكره وما غاديش تولدي. شوفي كاين عطر الله وليدات يتامه، شحال من واحد كتولد امه وكتخلي الحيمه حمراء وكتموت. صراحتي شوفي شي راجل عنده اليتامه وتزوجي بيه وديريهم بحال وليداتك، والله تتلقاو فيهم الربح، وما تبقيش مع هذا، فهمتي؟ سالينا الهضره، ولكن ماشي تقدري تطلقي، فتحيهم بجوج بهم باش كاع يعرفوا الحقيقه ديالهم. وديك العائله ديال راجلك لربما ما عندهمش يد في هادشي اللي وقع لك، لان هادشي هذا اللي وقع لك دغيا مرتي في الرحيم ودغيا، المهم الله اعلم، ولكن هادشي فيه شي يد خبيثه ورا داكشي، ولكن ربي دابا يبين لك الحق ديالك. كوني على يقين اي شيء ماء، وما تقنطيش، لا تقنطي من رحمه الله، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يدير لك اللي فيها الخير، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. هادشي نقدر نقول لكم. شكرا أعزائي عزيزاتي على دعمكم ليا، شكرا على الكومنتيرات الزوينين اللي كتقولهم في حقي، شكرا على اللايك ديالكم، شكرا لكم بزاف من القلب ديالي الخالص، كنبغيكم بزاف نتوما العائلة ديالي الثانية، جزاكم الله عني خيرا، الله يخطيكم عليا، إلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.